مرحبكم بك. راح ناخذكم الاخوان بلاتي عليكم. الله يجازيكم بخير. اللي جيت من مدينه طنجه كلور كمستثمر ككاتب عام ديال المكتب النقابي لوكاله كراء السيارات المضاوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، جينا كنطالبوا بالحقوق ديالنا. حطينا الاشعار ديالنا بالوقفه، هاد الوقفه هادي اللي جينا كنطالبوا وكنندوا اولا يعني بالتجاهل ديال الوزاره، سواء الوصيه ولا وزاره الاقتصاد والماليه. بغينا ندخلوا حتى حنا في كونطرا بروغرام، حنا ما خدمناش. دابا جينا اليوم كنهضروا على الحق ديالنا، خصنا لاسيرونس، خصنا هاد الزياده على القروض يحيدوها لنا، وخصنا كذلك ندخلوا في كونطرا بروغرام. فاذا بنا كنتفاجئوا بالسلطه هنايا كترفض اننا نوقفوا، كيصدونا كيردونا، ما عرفناش. الدعوه لله، حنا كنستثمروا استثمرنا الفلوس ديالنا، تقريبا 12000 وكالات او مقاولات ديال كراء السيارات كتشعر الافلاس ديالها، كلشي في الحضيض. ما عرفناش هادنا شنو بغاو، ما عرفناش شكون اللي غيتلقى معنا، ما عرفناش شكون اللي غادي يسمع لنا، ما عرفناش شكون اللي غيشوف بحال هاد الاول هذا. كما كيعرف الجميع من فضل جائحه كورونا 2020 لطروا 2020 وحنا كنعانيو ومازال كنعانيو، كاينين الناس مساكن معنا اللي في مدينه مراكش وفي مدينه كازا انتحروا. هاد القطاع مهمش بزاف من الجانب ديال الوزاره الوصيه اللي هي وزاره التجهيز والنقل. كتمشي تطالب حقوق ديالك قدام وزاره التجهيز والنقل، تيقول لك انت ما معترفينش بك، القطاع ديالك غير مهيكل. جينا قدام وزاره الماليه تيقول لك القطاع ديالك غير مهيكل. حنا البلي بار ديال الناس اللي جاو احتجوا اليوم اصحاب الشركات كراء السيارات من طنجه للقويره، هذه وقفه وطنيه. جينا كنناضلوا قدام وزاره الماليه، انت كتشوف تعرضنا للتهديد، تعرضنا للضرب. شنو نقول لك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حنا راه مستثمرون، عندنا رزقنا ورزق وليداتنا ورزق الناس اللي خدامين معنا. هاد القطاع راه كيعيشوا معنا فيه بزاف ديال الناس، راه خدامين معنا بزاف ديال الناس كيعيشوا بهذا القطاع هذا، صحاب التنوات، صحاب لا ميكانيك، صحاب لا فيزيت تكنيك، الناس اللي خدامين معنا، صحاب في البيرو. راه ليلا يلا، حسبي الله ونعم الوكيل. جينا على حساب وقفه الوزاره الماليه، ما داروا معنا حتى شي حل، جراو علينا، قمعونا، طردونا. حنا عندنا مشاكل، عندنا مشاكل في القطاع ديال كراء السيارات. كنظن بانهم لقاو الحل مع جميع القطاعات الا قطاع كراء السيارات المهمش، ما دايرين معنا حتى شي حل. الضرائب نخلصهم، لي زاسيغونس مطلعينهم، وما كيبغيوش يقطعوا لنا حنا بعدا، خصوصا الناس ديال الصحراء كنلقاو مشكل. كنعانيو حتى الكازا باش نقطعوا لي زاسيغونس. المشاكل ديال لي فواتور بعدا لي بخي طلعوا، كلشي طالع في هذا الكوفيد هذا وكيطلعوا في لي بخي، وكلشي واقف، حابسين علينا الخدمه، وما عندنا باش نخلصوا هذا الشيء كامل. راه كاين الناس اللي فلس في صحاب كراء السيارات، عدد كبير اللي انتحر كاع، ماشي كاع غير فلس. حنا بغينا شي حل، بغينا شي ما غاديش نوقفوا، ما غنسكتوش ليهم، غادي نوقفوا وما يجريو علينا اليوم، حنا نرجعوا لهم غدا. يا يلقاو معنا شي حل، يا غادي يوقع المشاكل ديما، غادي يبقاو ديما نفس المشكل، وغنجيو تربط وغنقطع مره ثانيه الطياره والثالثه والرابعه حتى نلقاو شي مشكل حل هذه المشاكل اللي حنا عايشينه. راه بزاف عانينا بما فيه الكفايه، قارونا صابرين صابرين ساكتين، حنا راه عيينا تقهرنا. المشاكل اللي كنعانوا منها ياسر، كنعانوا من المشكل ديال لاسيرونس، كنعانوا من المشكل ديال الكريدي، يعني عندنا ياسر ديال المشاكل اللي كنعانوا منها. القطاع صراحة قطاع محقور، ومن الضرائب يعني ياسر المسائل اللي احنا متضررين منها. منين جينا وقفنا اليوم عند الوزارة ما كاين حد استقبلنا، نفس الوضع كيف الصحراء، كيف احنا اكثر منهم، احنا بالعكس، احنا كاع احنا هما المتضررين اكثر كاع. ما مازال الحمد لله راه الداخل راه لاسيرونس، رانا خاصنا جمل العيون الكازا والله لاكادير، اقرب نقطه هي كادير، خاصنا نجيو لاكادير باش نديرو لاسيرونس، والله باش ندفعو الكريدي، والله باش يعني عندنا ياسر من المشاكل اللي كنعانو منها، ونطلبوا الله التوفيق ان شاء الله. كيعتمد على السياحه، الناس اللي كانوا تبرمجوا على انهم غادي يتدخلوا في هذا الشيء ديال السياحه، القطاع ديال كراء السيارات بقى مهمش. عندنا مشاكل كثيره، المطارات سادين، عندنا مشاكل ديال شركات القروض، يعني في هذه الازمه وفي هذا الشيء ما شافوش بعين الرحمن هاد المؤجرين، واحد العدد ديال المؤجرين اللي سدوا المحلات ديالهم، تهزوا لهم طوموبيلات، يعني حنا باقيين في ظروف ديال الكوفيد. هادو
هذوك الناس شركاء ديالنا في العمل منذ القدم، يعني خص تكون واحد الشراكه تعاون على كل شيء، على الخساره وعلى الربح. هي ماشي خساره خساره، وانما حنا نطالب بواحد التاجيل لواحد المده ديال سنه، يعني فلوسهم غياخذهم ولكن واحد التاجيل بدون فوائد، لان حتى الناس اللي داك التاجيل اللي داز الاول كانوا فيه واحد الفوائد. الناس ملي شدوا لي طابلو دابورتيسمون مؤخره ديالهم كيتصدموا بواحد الفائده اللي هي كانت كثيره وكثيره بزاف، كنلقاو دي سيارات اللي تزادوا فيهم واحد العدد ديال دي تريت اللي تزادوا ديال الاقساط فوق داكشي اللي كانوا غيتخلصوا فيه. وبالتالي هادشي ومازال الازمه حنا عندنا، مازال الخدمه مازال ما متلوقه كما كان، مازال حنا دابا المطارات مسدودين، مازال كلشي. وكنشوفوا كنطالبوا هنا، جينا لهاد الوقفه قدام وزاره الماليه كنطالبوا منهم انهم حتى بالنسبه للي زامبو يصبروا علينا شويه. حنا ما كنقولوش حنا انسان وطنيين، حنا بغينا يعني الوطن ديالنا وبغينا الصالح العام للجميع، ولكن يصبروا علينا شويه مادام انه باقي ما تلقوا المطارات، باقي ما تلقات الخدمه، والعالم كله راه في ازمه ماشي غير حنا. وماشي اذا يشوفوا هاد الشركات الصغرى، ان الصغرى والمتوسطه هي اللي داز على هاد الامباكت بزاف ديال الكوفيد.